بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اهلا بيكم في تكنو بسكول. ان شاء الله النهارده هنشرح ازاي توقف التسجيل التلقائي لمتصفح جوجل كروم انه ما يسجلش الدخول تلقائيا يعني يعني لو انت مدخل حسابك مسجلت الدخول بحسابك بشكل عادي جدا وبعدين قفلت الجهاز او قفلت المتصفح ولما تيجي تفتحه تاني المفروض ان ان المتصفح بتلاقي تسجيل الدخول مستمر يعني ما بتدخلش البريد بتاعك تاني بيبقى البريد اوريدي موجود وانت مسجل دخول في جوجل كروم بجميع خدماتها طبعا الجيميل وغيره طبعا دي دي لو انت في البيت او في جهازك الشخصي يعني مفيش فيها مشكله لكن لو في جهاز شغل او اكتر من حد بيستخدمه ما ينفعش ان انت تسيب الجيميل بتاعك مفتوح خصوصا لو في مكان شغل او في مكان عام وطبعا لو انت هتنسى انك كل مره تعمل تسجيل خروج فالحل بكل بساطه معانا النهارده ان شاء الله ازاي ان لازم تدخل الايميل الخاص بيك بجميع خدمات جوجل سواء بقى يوتيوب جيميل اي حاجه طبعا من خلال متصفح جوجل كروم بتضغط على الثلاث نقط اللي موجودين في الجنب فوق وبعدين تضغط على ستينجز وبعدين تنزل لاخر الصفحه وتضغط على ادفانسد وبعدين هتروح للخيار اللاو كروم ساين ان انت هتلاقيه مفعل بكل بساطه هتوقف التفعيل بتاعه انك بتضغط كده فكده بيبقى انت فعلت التسجيل التلقائي او تسجيل دخولك التلقائي للمتصفح انا دلوقتي قفلتها خلاص وانا دلوقتي مسجل بحساب ما عندي طيب لو انا قفلت المتصفح وفتحت المتصفح مرة تانية هيطلب مني تسجيل الدخول ولو دوست على الجيميل عشان افتح الجيميل هيطلب مني برضو تسجيل الدخول وبكده نبقى حلينا مشكلة تسجيل الدخول التلقائي لحساب الجيميل الخاص بيك وخاص بخدمات جوجل آه الطريقه مره تانية لو متصفح بتاعك باللغه العربيه بتضغط على الثلاث نقط الموجودين في الجنب وبعدين بتختار هنا بدل آه ستينجز بتلاقي كلمه الاعدادات تضغط عليها وتنزل آه اسفل الصفحه تضغط على آه متقدم بدل ادفانسد وبعدين هتيجي لأول اختيار هنا اللوك روم ساين ان هتلاقيها السماح بتسجيل الدخول التلقائي هت هي بتبقى مفعلة انت بكل بساطة هتلغي تفعيلها وبكده حضرتك اه اي حد هيجي يستخدم الكمبيوتر بعدك لو انت قفلت المتصفح هيضطر انه يدخل الايميل بتاعه لو محتاج اه خدمات جوجل سواء يوتيوب او جيميل او غيره وفي نفس الوقت تبقى انت حميت حسابك ان حد يستخدم الحساب حسابك وانت مش موجود آه يا رب يكون موضوع النهاردة آه نال آه استحسانكو او هيفيدك في شغلك او في آه او في اي حاجة خاصة بالامان والخصوصية بتاعتك آه لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس آه عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته